ورجعنا لفقره اللعبه مع الستات واللعبه اللي احنا بنحبها ومن العابنا المفضله 8 خطوات. والنهارده هتنزل الملاعب اللاعبه والمتسابقه الاهم على الاطلاق شيري هانا ابو الحسن. ارض الملعب جاهزه؟ مسخنه؟ ماشي. الله كريم. طب يلا اول سؤال. فيلم الاخوه الاعداء كان سنه 1974. دي صعب، عمري ما كنت اعرف مين هم الاخوه. محي اسماعيل، نور الشريف، ومش حسين فهمي، سمير صبري. في حد ناقص؟ لما قلت محي اسماعيل، محي اسماعيل ما كانش اخوهم، كان اخوهم بس اخ غير شرعي. ها صح. نور الشريف قلته، نور الشريف، سمير صبري. سمير صبري انا قلت، نور الشريف، سمير صبري، حسين فهمي انا قلت. لا ما قلتيش حسين فهمي. والله من شويه قلت حسين فهمي. بس هو حسين فهمي. والله مش حسين فهمي، يعني حاسه ان شايفاه في الفيلم. يعني حسين فهمي ونور الشريف. شكرا يا جماعه. وسمير صبري. وسمير صبري. معلومة، نكسب معلومات. مريح شوية، مريح الدور ده شوية. طيب، عاوزين أربع أعمال فيها كلمة لعب أو لعبة. لعب أو لعبة؟ اللعب مع الكبار، لعبة الست، إيه سامح؟ اللعب مع الكبار، لعبة الست، سامح، حمادة يلعب، لعبة إيه؟ اللعبة في اكيد فيلم اسمه اللعبة الحلوة. ممكن السلم والتعبان لعبة برضه. اللعبة مع الكبار. انا قلت هي قالته. في اللعبة، في مسلسل اللعبة. وفي لعبة نيوتن. لعبة نيوتن صح صح. السؤال الثالث، اوبريت الليلة الكبيرة. ده صلاح السقا طبعا، ده الاخراج طبعا. اتفضل. الحامي وسيد مكاوي. صح. لا لا لا، ايوه هو ده السؤال. لم يطرح السؤال. ايوه صح، لم يطرح السؤال. انا قلت سيد مكاوي. واخراج مين؟ ايوه انت ما قلتيش. طب اوكي، يعني ازاي اعمل كده؟ اخراج مين؟ صلاح السقا والحان سيد مكاوي. لا على فكره صلاح شاهين. ها اهو، اطلع اطلع اطلع. انا كمان لا، بس انا قلت الاجابه لسامح. هم في الكنترول قالوا كده. ماليش الاجابه ليا اهو. انت ما سالتيش صح؟ لا يا، ما احنا عمالين، ولما قلت كلمات مين احنا الاثنين قلنا صلاح شاهين. انا ما سالتش سامح، مجاوب. ما ينفعش كل الحاجات غير ما السؤال بتاعي يا شيري. حقك عليا. نو على فكره الكنترول قال كده. نو ماليش دعوه. انت في قواعد، انت هتحترمي القواعد. في قواعد. لا طب في راسي خلاص. انت سالتي خلاص خلاص. لو كنت سالتي وانا ما جاوبتش ما كنتش هطلع قدام. يلا انا صح، انت حر. السؤال اللي جاي، فيلم الايدي الناعمه، مين بنات الفنان احمد مظهر؟ مريم فخري الدين. مريم فخري الدين و ليلى طاهر. هو جاوب قبلك. لا 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 لا، قلت معاك. ايه ده بقى؟ يا جماعه كنترول، انسوا الموضوع. لا لا لا، طب تأليف مين؟ ارجعي ارجعي. احسان عبد القدوس. لا، توفيق الحكيم. يوسف السباعي. توفيق الحكيم اصلا. ارجعي. لا، الايدي الناعمه توفيق الحكيم. شيري ارجعي، هو جاوب قبلك. انا قلت ليلى طاهر في نفس النفس. مين جاوب الاول؟ مش دعوه، ردوا عليا، انا بكلمك. سامح اتفضلي ارجعي. لا مش هرجع. ارجعي يا شيخ. هرجع هرجع. ما شفتش حد مشاكس كده في حياتي. طيب، ثلاث افلام فيهم كلمه عين او عيني. ايه ايه؟ عين. ثلاث افلام فيهم كلمه عين. انف وثلاثة عيون. ايوه. على باب الوزير. انت قلتي ايه؟ عين او عيني. عيني انا بحسب على حبيب عيني. حبيب عيني ده فيلم؟ اكيد. حبيب عيني ده انت بتألف. نور عيني تامر حسني. صح يا جماعه، كان تامر. وعين شمس. أيوة. فيلم. انت ناقصك فيلمين. عين شمس فيلم. ناقصك فيلمين. من نظره عين. صح، شكرا. اوكي، باي. ويلا برضه انت بتعرف تشتغل تحت. مش كتير قوي. انت ايه مشكلتك؟ انك مش بتعرف تشتغل تحت ضغط. انا بقى بعرف. خالص. وهي عارفة ده. وهي ضغط عليها. أنا هي عارفة. ما بشتغلش إلا تحت ضغط. سؤال ذهبي يا هند. هتعمل إيه يا حبيبي؟ أوصل ليكي. ماشي يا حبيبي. نفسي أوصل ليكي. طب استنى. طيب، ده ليك أنت اللي هتجاوبه إزاي؟ أيوه. فيلم بخيت وعديلة كان إخراج مين؟ نادر جلال. صح، اطلع. خلاص يا حبيبي، بقيت رقم أربعة زي زيك، شوف اللي جاي بقى. طيب، عاوزين ثلاث اغاني. يوه بقى الاغاني والافلام. ايه؟ قولي كلمه قول او قولي. قولي حاجه، اي حاجه. قول بحبك عبد الحليم. طب قولي 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 عمل لك ايه قلبي. قلبي اللي انت نسيه. قولي وانت من غير ما. ماشي. طب قول واحده. لا عبد الوهاب. زمان يرجع يا زمان.
وعايزنا قولوا له الحقيقه. طب دي انا قلتها. اه قول واحده لعبد الوهاب. قول زمان. قول عبد الوهاب واحده. لعبد الوهاب. ايوه. طب يلا السؤال ده لذيذ. ماشي. بحسبك طلعت. ده مش واثقه. زغرت الحكم. زغرت له. مين اللي غنى تتر مسلسل يتربى في عزه؟ هشام عباس. يتربى في عزه حمد. والله اي حاجه. انت اي حاجه. اي لبش. اي لوش. طيب. لا خلاص مسامحاك. ثانك يو. طب السؤال ده لذيذ قوي ومش عارفه هتفتكره اللي عامل كده ولا لا. مين اللي غنى تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي؟ جميله واختفت. حسن فؤاد. ست جميله. حنان ماضي. لا هدى. هدى صح. هدى عمار صح. جميله وما اختفت مش عارفه. طيب عملت معايا مسرحيه هدى عمار. هي روايح الزمن الجميل مش عارفه ايه هفهفي صح يا جماعه كانت تتر كده. طيب هاتوا ثلاث اعمال فنيه وركز بقى فيها. فيها 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 فاكهه. حرف الفراوله. فيها فاكهه. حاحه وتفاحه. ايوه انا وانت بابا في المشمش. برافو. اطلعي. عظيمه يا ابني. عايز سؤال ذهبي تاني. عايز سؤال ذهبي تاني ينفع؟ لا ما ينفعش. قولي انا الذهبي. لا هتقعد فين؟ مش قولي. ينفع ينفع ولا ما ينفعش؟ اقول له يا شيري؟ قال قولي سؤال ذهبي؟ ماشي. ممكن تبص لها عادي. بص لها مفيش مشكله. فيلم جاءنا البيان التالي. أيوة. عارفين كان 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 بطوله مين؟ نادر سيف الدين. لا طبعا هنيدي وحنان ترك. طيب كان اخراج مين؟ سعيد حامد. صح. اقول لك على حاجه انا كنت مساعد مخرج في الفيلم ده بس قليل. لا ده الحظ ده. بس انت بص في المخرجين محمد امين مفيش زيك. ثانك يو. مفيش زيك. فين؟ في المخرجين. اسامي المخرجين رهيب. سامح غير طبيعي. رهيب. طيب عايزه وردي يا ابراهيم. طبعا هند صبري. هند صبري ايامنا. غرام السلطان. صح. احلى الاوقات. باي باي. صح. احلى الاوقات. المنتصر على الملعب. انا اكمل. وحييك يا شيري. برافو يا شيري. المنتصر على الملعب والخسران. بس خلي بالك انا مش خساره. يعني ليه الغالب يستمر؟ ماشي. لا ما هو طبيعي ان الغالب مستمر على الفكره دي. ده انت كل الحاجات. طبعا انا ما عنديش اي فرصه قدام شيري. ماشي انا هسكت اهو هريح عشان الزميله. الزميله السؤال الاول. اتفضل. اغنيه ميال لعمرو دياب. لا ما تقوليش تقليد. كانت في فيلم ايه؟ العفاريت. طب هما الاثنين قالوا مع بعض. احنا الاثنين. اوكي. احنا اصحاب برضه. طيب. بس ميال ما كانتش في العفاريت. هي شوقنا اللي كانت في العفاريت. في العفاريت. ممكن ميال. ميال بيتهيألي ميال كانت الاغنيه الفينال في العفاريت. بيتهيألي صح مش دي كانت اخر واحده ولا ايه اللي اخدناها في المركب؟ ايه؟ طيب اغنيه. شوقنا. لا بس دي سهله قوي قوي. اغنيه كمنانا لمحمد فؤاد كان فيلم ايه؟ اسمعني رايح جاي. سؤال سهل سهل. طيب ده بقى لا يمكن. انا اخري هنا على فكره. في فيلم ذهب. الذهب يا بنتي. دي الذهب. دي الذهب. فيلم ذهب. ذهب. انور وجدي. يا طبعا فيروز. كان اسمه ايه؟ انور. الموسيقار اسمه. لا وحيد. وحيد. وحيد ايه؟ وحيد فريد. لا. الفونسو. ايوه برافو. جبتيها ازاي دي؟ برافو. انا بحب قوي ذهب وفيروز الفيلمين دول. باينه. ياسمين عبد العزيز في الدادا دودي كان اسمها ايه؟ رضا. برافو جود. انت مين اللي كان في الفيلم ده؟ كان صلاح استاذ صلاح عبد الله دادا دودي وكان في بدريه. محمد شرف الله يرحمه. بدريه طاقه. منى زكي كانت. وكان في الفيلم. اخراج علي ادريس. ايوه. بحبك يا ستموني. مهما الناس لموني كانت في فيلم ايه؟ الكيف. جود. اطلع. يس. كيف يعني؟ ايوه بس هي قالت ده سؤال؟ اه ما شاء الله. اوكي ده مستواكم؟ والله مستوى الاساتذه اللي حاطين الاسئله. طيب سهلوا لي الاسئله عشان محمود. افلام بطوله يسرى وعادل امام. ثلاث افلام. تراكم في الشارع. بوبوس. وبوبوس. امير الظلام. لا مش امير الظلام يا جماعه. طيور الظلام. تراكم في الشارع وبوبوس وطيور الظلام. ماشي صح. جود. طيب مين اللي عمل دور شكر سرحان في مسلسل رد قلبي؟ محمد رياض. برافو. طب مين اللي عمل دور الاميره انجي في المسلسل؟ نرمين الفقي. ايوه صح. برافو. شفتوا بصوا الاداء المتزن يعني مش بصوا الهدوء. فيلمين شارك في تمثيلهما صلاح جاهين. طبعا شفيقه ومتولي كان صلاح جاهين موجود في الفيلم.
ما افتكرش هي النسوة الكلاب؟ ايوه برافو. لا شفيق متقن مش موجود. اعتقد شفيق لو وقت الحب على فكره، اعتقد شفيق متقن لما كان طالع كان مثل في شفيق متولي برضه بيتهيألي. صح. طب وايه؟ لا وقت للحب، برافو يا هدي اطلعي. عدد اولاد كريمه مختار وعبد المنعم مدبولي في فيلم الحفيد؟ سته. أربعة. سته طبعا ده انا مذاكراهم. صح سته متربيه عليهم. طب تقوليهم في يعني اساميهم في الفيلم ولا اساميهم الحقيقيه؟ اساميهم الحقيقيه. ما انا فاكره ميرفت امين، ميرفت امين ومنى جبر و لا وكانت الاثنين الثلاثه الصغير في ولد و... وطبعا مذيعه استاذتنا ايناس عبد الله. لا هم كانوا سبع عيال ولا سته؟ سته. المهم هي عايزه تعدد. لا اربعه كبار، بنتين وولدين، وثلاثه صغيرين، ولد وبنتين وبنتين. بنوته مشعر اسود. اربعه كبار وثلاثه صغيرين يبقى سبعه. يبقى سبعه. طيب السؤال اللي جاي، اول فيلم مثله احمد مظهر؟ معقول رد قلبي كان اول واحد؟ يس. كان صغير قوي. ايه بتفتكر؟ يس يس. ما كانش فيه قبل كده؟ yeah. لا بس كان باين فعلا عليه، كان كان لسه صغير قوي. على العموم انا النهارده لو اتهزمت. طب ما ايه، ما فيش اي اسئله ذهبيه ولا اي حاجه؟ لا انت متقدمه جدا. هات الذهبي، خد الذهبي يلا وانجحي يلا. انا موافقه. في الاخراج ولا في الموسيقى التصويريه؟ الموسيقى التصويريه اسهل. لا يمكن الموسيقى التصويريه اسهل. هساعدك هساعدك. يلا يلا قول. الموسيقى التصويريه لمسلسل حديث الصباح والمساء. ايوه عمار شريعي. برافو برافو عليكي. بس ده انا عارفاها. جود برافو دي. نعم برافو. هدي هدي انتصرت. انتصرت ده بس انتصر. ده بتسامح شديد من الزميله. يعني على فكره خد بالك هنا حبيبتي حبيبتي كانت عامله معاك ايه وعامله معايا ايه؟ فرق العلاقه. لا عماله تعمل كده. فرق العلاقه عامله ازاي؟ اختم يلا. برافو عليكي برافو عليكي شيري. برافو عليكي يا هدي. بالفقره دي يبقى خلصنا الحلقه للاسف. انا بحب اللعبه دي قوي. نلقاكم دايما على خير يا رب ان شاء الله. باي باي.